في مواجهة المجتمع الذكوري. قراءة في السيرة الذاتية لنوال سعداوي، مذكرات طبيبة. مرحبا بكم على قناة إنيفرساليس للثقافة والفن. لقد رحلت الأديبة والمفكرة نوال سعداوي عن عالمنا، رحلت بعد أن خاضت معارك دارية ضد ثقافة مجتمع ذكوري، لكن هناك من اعتبر رحيلها فرصة لتشديد قبضتها على المرأة، فهجم من اعتبرها عدوة له ولم يحترم موتها، وهناك من اعتبر رحيلها خسارة كبرى للمجتمعات العربية والنضال المرير الذي تخوضه المرأة من أجل اعتراف بوجودها ككائن عاقل. نخصص هذه الحلقة للحديث عن نوال سعداوي من خلال مؤلفها السيرة الذاتية، مذكرات طبيبة. تعتبر نوال سعداوي إحدى أبرز الوجوه النسوية في الساحة الأدبية والفكرية العربية، وقد اتخذت الكاتبة من أعمالها الأدبية من روايات ومسرحيات وقصص قصيرة وسيرة ذاتية وسيرة للنضال من أجل قضايا المرأة، حيث وجدت في الأدب ساحة ملائمة لعرض قضاياها ومناقشتها وتحليلها وتقديم رؤاها المتعلقة بمسعاها التغييري لوضع المرأة العربية. إلا أن سيرتها الذاتية لم تنل الاهتمام الذي نالته مؤلفات أخرى كالرواية والقصة القصيرة، وتبرز أهمية السيرة الذاتية المعنونة مذكرات طبيبة في أنها تمثل خلاصة فكر نوال السعداوي في قضية المرأة، ذلك أنها تطرح مسألة التمييز الجندري أو التمييز على أساس النوع الاجتماعي ضد المرأة في تجلياتها العديدة داخل الأسرة وفي المؤسسات التعليمية وفي العمل، وتناقش مسألة التنميط لدور المرأة والرجل في المجتمع. فالمرأة كائن عاطفي وجسد مشتهى لا طموح لها إلا الزواج وتربية الأولاد، في حين أن الرجل كائن مفكر عاقل ذو طموح. بعبارة أخرى، إن الرجل هو مركز المجتمع وعنصره الفاعل، في حين إن المرأة هي هامش هذا المركز أو فرع على هذا الأصل. والقارئ لهذه السيرة الذاتية يلحظ أن نوال سعداوي لا تكتفي بطرح هذه المشكلة، بل تقوم بتفكيك عناصرها وإعادة صياغة مفاهيم الذكورة والأنوثة بصورة أكثر إنصافا ومنطقية. إن النموذج الذي تقدمه نوال سعداوي في سيرتها الذاتية مذكرات طبيبة يقوم بصورة أساسية على تفكيك مفهوم الذكورة والأنوثة التقليدي. الذكورة باعتبارها تمثل العقل والفكر، والأنوثة باعتبارها تمثل العاطفة والجسد. الذكورة باعتبارها مركزا والأنوثة باعتبارها فرعا، إذ تعمل بطلة المذكرات على تفكيك هذه الثنائية وتقديم بديل لها. تكتشف بطلة المذكرات من منذ طفولتها ما تعنيه الذكورة والأنوثة تقليديا، إنها تعني أن يكون الذكر مركزا والأنثى هامشا، وتلخص هذا في قولها: لم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى واحد، هو أنني لست ولدا مثل أخي. إنها ليست مثل أخيها الذي يتمتع بامتيازات عديدة لأنه ذكر. ومع بدء ظهور علامات البلوغ على هذه الفتاة تتعزز هامشيتها الأنثوية باعتبارها جسدا، إذ إن علامات البلوغ في معظمها ذات ارتباط بالجسد من حيض وبروز للنهدين، وهذه العلامات تستتبع أمورا أخرى تكرس وجود الفتاة باعتبارها جسدا، حيث لا يعود الرجال ينظرون إليها باعتبارها طفلة ولكن باعتبارها جسدا مشتهى وطريدة يحق للذكر أن يصطادها. من هنا تبدأ رحلة السعداوي في رفضها لهامشيتها باعتبارها جسدا، فنجد أنها تضيق ذرعا بالعوامل التي تكرس وجودها الأنثوي الجسدي، إذ يكون لديها رد فعل عنيف على الحيض، فتقول: ألم يكن هناك طريقة أخرى تنضج بها البنات غير هذه الطريقة المنوثة؟ ونجد لديها ردة الفعل ذاتها تجاه ظهور نهديها الذي يكرس وجودها باعتبارها جسدا،
لا سيما ارتباط هذين العضوين بأمور جنسية، وتتمنى لو كان بإمكانها اجتثاثهما بسكين، وهي تقص شعرها الطويل الذي يعد ملمحا جنسيا أنثويا. إنها تنفذ حكم الإعدام بحق جسدها فلا يعود موجودا، وهذا ما تحمله عباراتها التي تعلق بها على ضرب أمها لها حين قصت شعرها قصيرا، إذ تقول: كانت يد أمي ترتطم بوجهي كأنها هي ترتطم بصخرة من الجرانيت. وتعبر عن ذلك صراحة بقولها: نفذت قرار الإعدام على جسدي فلم أعد أشعر له بوجود. ويبرز قلب التمركز هذا من خلال عالمها الخاص الذي خلقته لنفسها، إذ تقول: خلقت لنفسي عالما خاصا من صنع خيالي، جعلت من نفسي إلها، وجعلت من الرجال مخلوقات عاجزة تقوم على خدمتي. جلست في عالمي على عرش رفيع، أرتب العرائس فوق الكراسي وأضع الصبيان على الأرض. هنا يظهر قلب التمركز في صورة صارخة، فهي إلها أي روح، والرجال خدم أغبياء أي أجساد دون عقل. إنها تتمركز كامرأة باعتبارها روحا وعقلا مدبرا، وتجعل الرجال أجسادا مهمشين. وهذا المعنى هو ما تحمله أيضا الدلالة الرمزية لوضع العرائس على الكراسي والصبيان على الأرض. وتستمر نوال السعداوي في النفور من كل ما يكرسها جسدا، وفي المقابل تولع بكل ما ينصبها عقلا، فهي تنفر من دنيا النساء المحدودة بالطبخ والتنظيف التي تصادر عقل المرأة وتجعلها محض خادمة. فتقول: لم يكن ينغص علي حياتي في وحدتي مع خيالي وعرائسي سوى أمي بأوامرها الكثيرة التي لا تنتهي، أعمال البيت والطبخ، دنيا النساء القبيحة المحدودة التي تفوح منها رائحة الثوم والبصل. في المقابل كانت تسعد باعتراف أبيها بذكائها، فتقول: كنت أقابل معظم أصدقاء أبي وأسمع أبي وهو يحدثهم عن تفوقي في المدرسة، فأشعر بالفرحة وأحس أن أبي باعترافه بذكائي ينتشلني من دنيا النساء الكئيبة التي تفوح منها رائحة البصل والزواج. وتتابع السعداوي رفضها لهامشيتها باعتبارها جسدا، فحين يتقدم أحد أصدقاء والدها لخطبتها ترفض أن ترتدي الفستان الذي يبرز صدرها، لأنها ترفض أن تكون جسدا. ولذات السبب نجدها لا تسوي حاجبيها بل وتنكثهما قبل مقابلة ذلك الرجل، ويشتد رفضها له حين تلحظ أنه مهتم بالنظر إلى جسدها دون أن يصغي إلى حديث والدها عن تفوقها الدراسي. وهي هنا إذ تعلي من تمركزها العقلي، فإنها تضع الرجل أسيرا لجسده وشهواته الجنسية. إنها قلب التمركز السابق، إذ تصبح المرأة عقلا والرجل جسدا، ويغدو العقل هو العالم الحقيقي في نظر السعداوي. ونلحظ هذا في قولها: كرهت البيت ما عدا حجرة مكتبي، وأحببت المدرسة ما عدا حصة التدبير المنزلي، وأحببت أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. وفي هذه المرحلة التي تتمركز فيها عقليا، فإنها ترسم صورة كاريكاتورية للزوج، تكرس وجوده باعتباره جسدا غارقا في ملذاته. وتتابع هذه الفتاة تمركزها العقلي باختيارها الدراسة في كلية الطب، لتضع تحت رحمة عقلها كل من ينظر إليها باعتبارها جسدا، خاصة الأم والأب والأخ. إذ تقول: سأثبت لأمي أنني أكثر ذكاء من أخي ومن الرجل ومن كل الرجال، وأنني أستطيع أن أفعل كل ما يفعله أبي وأكثر وأكثر. وفي المقام نفسه تهاجم المرأة التي ارتضت أن تكون محض جسد. وإذا كان وجودها الحقيقي هو وجود عقلها، فإن فزعها من الموت ليس لأنه موت الجسد، إنما لأنه موت العقل. فالموت يلغي كل وجودها ولا يبقي غير الجسد. لذا نجدها تقول: لا، لن أموت وأصبح جثة كهذه الجثة الممدودة أمامي فوق المناطق. إلا أن كبتها لعاطفتها وجسدها يحتاجان إلى تعويض بعد هذه الفترة من الانحباس.
فإذا بها تذهب في رحلة إلى الريف حيث البساطة والبعد عن تعقيدات حياتها العملية، فتحتفي بعاطفتها بل وتقدمها على عقلها، إذ تقول: أحسست أن العاطفة أكثر ذكاء من العقل. كما تحتفي بجسدها فتقول: وتنبهت، ها هو جسدي الذي حكمت عليه بالإعدام، جسد المرأة الأنثى الذي ذبحته ذبحا عند قدمي إله العلم والعقل، ها هو جسدي تدب به الحياة من جديد. إنها تتمركز في العاطفة والجسد في مقابل العقل، لكنه ها هنا تمركز اختياري واعي وليس مفروضا، إنه تمركز غايته التعويض عن حرمان سابق دون إلغاء للعقل، فليست هذه إلا إجازة من حياتها السابقة. إن الحرمان العاطفي الذي فرضته بطلة المذكرات على نفسها يدفعها إلى إشباعه بنهم شديد بعد أن اكتفت عقليا، فها هي تقول: فتحت ذراعي للحياة وعانقت أمي، ولأول مرة أحس أنها أمي، وعانقت أبي وفهمت معنى بنوتي، وعانقت أخي وعرفت شعور الأخوة. إلا أن هذا الحرمان العاطفي لا يطفئه إلا رجل، فتقول: تلفت حولي أبحث عن شيء لا زال ينقصني، عن أحد لا زال غائبا عني، من هو؟ هنا ترجع هذه الفتاة إلى علاقتها بالرجل، فهل تخلت عن الصراع معه وفق علاقة المركز الهامش أم لا؟ وهل ستنظر إليه باعتباره جسدا أو عاطفة وهي عقل، أم أنها تخطت هذه المرحلة؟ وتلتقي السعداوي بالشخص المطلوب، ويظهر جليا أن نظرتها إليه لم تكن نظرة الخصم لخصمه، إذ تختفي في حديثها عنه كل الصفات المنفرة التي كانت تصف بها الرجال. وهذا ما يتضح من عرض الكاتبة لشخصيته، فقد تعرفت السعداوي على هذا الشخص حين طلبها لإنقاذ أمه المريضة. وفي هذا السياق نلحظ أنها قد امتلكت نظرة جديدة للموت غير تلك التي كانت لديها في السابق، فحين كانت تنفر من الجسد كانت تنفر من الموت الذي يحول الإنسان الحي إلى جسد محض، أما الآن وقد خلصت إلى واقع جديد تعترف فيه بأن الإنسان مزيج من العقل والعاطفة والجسد والروح، فإن نظرته للموت تتغير، فتقول: قطعة اللحم اللتان عذبتاني في طفولتي، اللتان تحددان مستقبل البنات وتشغلان عقول الرجال وعيونهم، ها هما تستقران تحت مشرة يابستين مجعدتين كقطعتين من جلد الأحذية. ما أطحل مستقبل البنات وما أتفه ما يملأ قلوب الرجال وعيونهم. إن الشوط الكبير من التمركز العقلي الذي قطعته السعداوي والتهميش الجسدي الذي سجنت به الرجل كان كفيلا بأن يثبت فساد التقسيم السابق للذكور والأنوثة، وبهذا يكون قلب التمركز السابق قد أدى وظيفته. لكن قلب التمركز ليس نهاية المطاف، إنه وسيلة وليس غاية. ويظهر أن تمركز جانب ما هو إلا نتيجة لقمع جوانب أخرى. لقد قمعت السعداوي بتمركزها العقل جسدها وعاطفتها، وبما أن التمركز العقلي قد أدى وظيفته فقد بدأ يخبو وهجه، وبدأ يظهر عليها ضيقها بهذه الأحادية، وبدأت العاطفة عندها تنسل إلى جانب العقل بعد مرورها بالعديد من المواقف المثيرة عاطفيا في المستشفى في الفترة التي بدأ فيها التمركز الأحادي العقلي يفقد مركزيته لديها. لذا فإنها ما إن تنتهي من المعركة هذه حتى تعود إلى توازنها وتعاود رحلة بحثها عن الرجل المثالي الذي رسمت صورته في مخيلتها، وتعثر في نهاية المطاف على هذا الرجل الذي يمثل معنى الذكورة
المنصف والذي لا يهمش المرأة بل يقف إلى جانبها، إنه لا ينظر إليها باعتبارها جسدا فقط أو عقلا فقط أو عاطفة فقط، إنه يراها إنسانا كاملا، وأن الأنوثة ليست مجرد مظهر شكلي فقط وإنما هي جوهر عقلي أيضا، إذ يقول: أعتقد أن المرأة مهما بلغ جمال جسمها فإنها تفتقد الأنوثة إذا كانت غبية أو ضعيفة الشخصية أو متصنعة أو كاذبة، وفي المقابل تقدم هي صورة للذكورة مكافئة لصورة الأنوثة التي قدم هذا الرجل، فتقول: الرجل في رأيي يفقد الرجولة مهما بلغت كفاءته الجنسية إذا كان غبيا أو ضعيف الشخصية أو متصنعا أو كاذبا. ها هي النتيجة النهائية للتفكيك، وها هو نظام البدائل الجديد لعلاقة الرجل بالمرأة. ليس الرجل مركزا وعقلا فقط، وليس المرأة هامشا وجسدا وعاطفة فقط، إنهما كليهما جسد وعقل وعاطفة، فلا فروق بينهما. يمكن أن تكون وسيلة لقهر طرف لحساب آخر، بل إن الفروق الطبيعية بينهما لا بد أن تكون مدعاة للتكامل والإثراء لا للسيطرة والإضطهاد. وتقدم المذكرات هذا المعنى رمزيا، وذلك حين يقف هذا الرجل إلى جانب السعداوي يساعدها في إنقاذ حياة أحد المرضى. إنها تجسيد فعلي لتكامل الرجل والمرأة، وها نحن نجد السعداوي ترفض أن تقبض ثمنا لإنقاذ حياة ذلك المريض، إذ أنها تأبى أن تبيع الصحة للآخرين وأن تملأ جيوبها من ألام المرضى. إن طاقتها التي كانت تضيع في صراعها مع الرجل تأخذ طريقا جديدا نحو الإنسانية وخدمتها، وهذا هو المكسب الأكبر للمجتمع بإسره الذي يحصله من إنصاف المرأة وعدم التمييز ضدها لصالح الرجل. لقد جسدت نواد السعداوي تطبيق لاستراتيجيات تفكيكية على الثنائية التراتبية الرجل المرأة في كتاب السيرة الذاتية مذكرات طبيبة، حيث مارست الإقامة داخل هذه الثنائية في وضعها التقليدي، ثم عملت على قلب التمركز بينها وبين الرجل في كل موقف تشعر به بتهميشها، وقدمت بالنهاية نموذجا جديدا لثنائية الرجل والمرأة. فليس الرجل مركزا وعقلا فقط، وليست المرأة هامشا وجسدا وعاطفة. فليس الرجل مركزا وعقلا فقط، وليست المرأة هامشا وجسدا وعاطفة فقط، إنهما معا جسد وعقل وعاطفة، فلا فروق بينهما يمكن أن تكون وسيلة لقهر طرف لحساب آخر، بل إن الفروق الطبيعية بينهما لا بد وأن تكون سببا للتكامل والإثراء لا للسيطرة والإضطهاد. وتكشف السيرة الذاتية أن زوال الصراع بين الرجل والمرأة وتأسيس قاعدة جديدة للعلاقة بينهما لا يخدم المرأة فقط بل الإنسانية بإسرها. قدمت نوال السعداوي مشروعا شموليا يحقق التكامل بين الرجل والمرأة، لا يقوم على الاستبدال والتهميش والإقصاء وإنما على التكامل الإيجابي. تلك هي أفكار نوال السعداوي، لكن حراس ثقافة الذكورة الضامنين لهيمنة الرجل فسروا أفكارها على أنها ضرب في الدين، بل اتهموها بالكفر والإلحاد. رحلت ولم تفطر الثورة في عروقها ودمائها، ظلت ثائرة متمردة على الجهل والخرافة والظلم والاستبداد. لروحك السلام أيتها الثائرة المتنورة العظيمة. قبل أن نفترق أقول لكم انخرطوا في قناة يونيفرساليس للثقافة والفن. إلى اللقاء.